المهم بالنسبة للناس اللي ما عندهمش حساب البائع ودايرين غير بيرسونيل اكونت، فكان إذا بغيتو تحولوا هذاك البيرسونيل اكونت للبيزنس اكونت، ما عليكم إلا تحطوا أول منتج تحطوه تبيعوه وفقط. يعني ملي كتحطوا أول منتج فراه هي اوتوماتيكمون كتولي عندك حساب بائع. المهم أنايا كنوريكم كيفاش كنأكتيفيو سيلر هاب، واحد لوبسيون كيفاش نقدروا يعني كلشي كنعرفوه ابارتيغ من هاد السيلر هاب. المهم ندخلو ماي اي باي ونمشيو سالين، فوالا كتكون على هاد الشكل هكا. المهم اللينك كتلقاوه في الديسكريبشن على هاد الشكل هكا، كيعطيك مثلا شحال جاكم فيدباك في النهار، شحال عملناك برودوي فيه شي مشكل مثلا، يا اما الثمن ديالو مرتفع او لا منخفض او لا ما تباعش مدة هادي، فهنا كيعطيوك واحد المنتجات يعني كيقول لك ارجع شوفهم، كيقول لك السيلز ديالك المبيعات ديالك شحال بعتي في 31 يوم، كيقول لك هنايا هذوك الايتيمز اللي خصك تشيبيهم وتعطل عليهم، كذلك هنا هذه دي ميساجز يعني الميساجز اللي ما شتيهمش. وبالنسبه للسيلر لافل يعني كيعطيك المستوى ديالك نتايا، ان هنا اي بي كتكلاسي الباعه على حسب المستوى ديالهم، على حسب كاين عندنا احسن مستوى هو بيست سيلر بيان سور، يعني كتكون ضروري انك دير واحد المية مبيعة للناس ديال امريكا، زائد انك تابلودي تراكن نمبر في الوقت، زائد انك تبيع 1000 دولار مدة عام، وهنايا كتولي كتمكن انك تاخد بيست سيلر. المهم فاش كنبداو كتكون اباف ستوندار يعني ما بين وبين، ولا بداو تيكتبو عليك القضايا بزاف يعني كيزس وذوتور، يعني السلعة ولات كتوصل عند الناس معصا والناس كتشكا وهذا، ولا عندك نيجاتيف فيدباك بزاف، فانا كتولي بلا ستاندارد. من الاحسن الانسان يشيبي في الوقت ويحط تراكن نمبر في الوقت، كلشي يكون في الوقت. المهم هنايا كيكون عندك هنايا الاوتاس يعني جميع ما كاع داكشي اللي كيهمنا في المبيعات ديالنا، واش مثلا روتون، واش باقي خصنا نديرو شي روتون، واش شي واحد بغا يكانسلي، فهنايا كيكون عندنا عدد الكانسلين مثلا، هنايا شيبين شحال الناس اللي كتسين اننا نعطوها فيدباك ونشيبيو ليها اتسيتيرا. وهنا ريزوليوشن سنتر يعني الناس باش القضايا اللي كتدخل فيها اي باي وكتحلها بنفسها. بالنسبة لهنايا فراه عندك ليستين يعني شحال مثلا حاط من ايتم اللي فيهم لي كيستيون ويد كويشنز اللي غادي تساليو اليوم، يعني كيقول لك راه اليوم غادي تسالاو باش غادي تجدد ليهم او لا تمسحهم لا اتسيتيرا، يعني الايتمز اتسيتيرا. عندك هنايا الفيدباك يعني شحال الناس تقيم، واش عندك ايجابي نوترال او لا نيجاتيف، فانا واحد المعلومه نوترال راه كتعتبر في ايباي بحال نيجاتيف، حاولوا واخا يكون عندكم نوترال حاول ما تخليوهش. وهنايا عندنا عدد ديال المنتجات اللي عندنا الحق فيهم اننا نحطهم في كل شهر، هنايا عندنا 50 ايتم كل شهر، وهاد النقطه دي بالذات خصني نشرحها لكم لانها مهمه جدا، وان شاء الله راح نشرحها لكم في ستور. يعني هنايا انسان عاد بادي من حقك يعني من حقك انك تبيع 50 ايتم فقط ما تفوتهاش، الا فتيها فراك كتخلص 0.35 يعني 0.35 على دولار على كل ايتم حطيتي، وانا الا حطيتي مثلا بزاف راه كتقام عليك غاليه، لهذا انا كنصحكم ديرو ستور. عندكم هنايا كتزيد هنايا الا بغيتي مثلا بغيتي تزيد ترافيك بغيتي فوالا، يعني ها انت كتشوف هنا الترافيك شحال ديال الناس كيدخلوا عندك مثلا اكونت سامري يوصل لليفل باغ اكزومبل الليفل ديالي ها هو اتسيتيرا، يعني هادو كاملين كيمكن لك تحكم فيهم وتزيدهم يا تزيدهم يا تنقصهم.